ما اقدر اتعداها. خلنا نجيب لك يا حبيبي تامر امر. نجيب لك وش الشيء اللي عندك ابو؟ اول شيء حاب امسي عليكم ومسي على المشاهدين. وعليك يا حبيبي. اول شيء السلام عليكم وصلوا على النبي. لان الصلاه على النبي له اجر عظيم وبدايه جميله. ثانيا مشروع القهوه مختصه مشروع ناجح وتجاري بحت، مشروع بعد في البيت حق ترويق ومزاج، وانا اقدم دورات عبر طريق سناب شات، والان بيطلع في التلفزيون عن بعد استفسار دورات انواع القهاوي الخفيفه والقويه كلها بجاوب عليها بكل سهوله. يا سلام. ثانيا ان القهوه لا سكر وما يحتاج لها اي اضافه، لان جايتك حق بتروق مزاجك، قهوه بسكر ما يصلح لها. صادق. انت حاب تروق مزاجك بس بالطريقه الصحيحه. انت بنسويها جديده ما شاء الله. ايه لها ميزان، لها وقت معين عشان تضبط لك ذائقتك. والان بسويها قدامك. بيض الله وجهك. وجهك ابيض. احنا ننتظر اخوي سلمان. ايه ونبغى الكل يجرب. طيب نبدا. انا الان بعطيكم كابتشينو. وبنعطيكم كامل الوصفات كم جرام وكيف تبخر وكيف تستخلص الشخص الصحيح. تطبيق عملي. حلو. تطبيق عملي. واتمنى طيب من المخرج يحط الكاميرا عليه. يلا شريف. باذن الله. نبدأ. يلا تفضل يا حبيبي. بسم الله. أول شيء عندنا ميزان وعندنا البن النوع الممتاز. ثم بعدين ننتقل للطحونة. أول شيء نوزن البن، نصفر العداد. بسم الله. نفتح الكيس. طبعا هنا جايك اللي حاتم مكتوبه فواكه استوائيه وعنب وقوام متوسط. انا الان بحاول اطلع هذا القوام. يا سلام. في الآلة فهمتوا كيف الطريقه؟ بسم الله. طبعا القهوه في بدايه الخمس ما ينفع تشرب على طول، لازم تخليها ترتاح اسبوع اسبوعين عشان ما يكون قوي على قلبك، عشان يكون خفيفه. الآن وزن 18. بسم الله. نروح الطاحونة. الآن تطحنها. بالضبط. طبعا الطواحين فيها أنواع وأشكال وفيها الغالي وفيها رخيص، لكن الشيء المؤدي للغرض هو الأفضل. صح. بسم الله. أول شيء نخلي الماكينة شغالة لمدة 15 دقيقة عشان تكون حرارة حارة، ونفك البورت فلتر ويكون نظيف عندنا عشان ما يكون فيه عليه وسخ ويدخل في جسمنا. الآن نطحن. بسم الله. طبعا تقريبا إلى 15 ثانية عشان الطحن يكون ممتازة. بسم الله. إيه ما شاء الله. طبعا في شيء اسمه، نروح ننتقل هنا، في شيء اسمه موزع وتامبر. تمام. الآن القهوة مو مرتبة، فأنا برتبها بشكل صحيح. ناخذ الموزع عشان نوزع القهوة. بسم الله. واحدة تنتين ثلاث. أهم شيء الريحة وصلتكم. أي وصلت أول ما فتحت الكيسة وصلتني. شوف شوف كيف الترتيب رتبناها. حلو. الآن ننتقل إلى الكبس. الكبس صحيح. شوف بسم الله ضغطة واحدة. طيب. فقط. بعدين نستخلص الموية الموجودة. ليش؟ لأن الماكينة حارة وأكيد لنا الموية تصل الى 100، فانا بالمويه تصل الى 90 92، هذا المعتدل. تفضي من المويه شوي بس. بالضبط عشان الحراره الزايده تروح. حلو. بسم الله. نركب الماكينه ونجيب لنا كوبنا الجميل. انت نستخل. الجميل والله. يا بعد راسي يا بعد راسي. الان ننتظر 5 ثواني لين تنزل القهوه. كيف اعرف؟ اعرف ان القهوه تنزل من اول قطره. ننتظر الثواني من اول قطره. 1 2 3 4 ننتظر الى 30 ثانيه الى 25 ثانيه. شوفوا كيف الاستخلاص سليم. لان طريقه ما في عداد يا سلمان. سم ما في عداد يعد لك ال... انت تعد يعني تقول من نفسك تقريبا من اول قطره. شوف الاستخلاص كيف سليم. تقريبا وصل 15 ثانيه. ننتظر الان ربع الكوب. هذه القهوه يعني ما توصل النص، اذا وصلت النص تخرب عليك. القهوه معتدله ربع الكوب. الآن خلصنا نسكر. كيف نعرف ان القهوة مضبوطة؟ شوفوا لون الكوب كيف. ورح على الكاميرا سلمان. كيف ها؟ هنا؟ لا كاميرتك يمين انت، هذيك الكاميرا هنا هنا. هذه هذه. طيب. الكاميرا.
وين بالضبط؟ شوف نفسك في الشاشة. ايه. هذه القهوة، شوفوا كيف اللون نمري، معناته ان قهوتك ممتازة. وش نسوي؟ خلصنا؟ ما نحط الكوب هنا؟ لا سلمان، الكاميرا هذه اللي فوق ذي يسارك، هذه اقرب لك. طيب شوفوا كيف لون الكوب الان نمري، هذا القهوة معتدلة. وش نسوي اذا خلصنا؟ ما نحط برا عشان ما تبرد، نحط فوق الماكينة، لان الماكينة ساخنة عشان تحافظ على درجة الحرارة. الاول نروح نبخر الحليب. أيوه. واضح؟ نفك هذه وننزل الضغط اللي كان موجود، شوفوا كيف العداد مرتفع، فننزل الضغط عشان الماكينة ترتاح عشان نبخر. الان وش نسوي؟ نجيب الحليب الموجود. طيب نجيب الحليب الموجود، فلابد يكون حليبك طازج، لا طويل الاجل ولا شيء، طازج هو اللي خفيف على المعدة. تمام؟ يا سلام. الان عندنا شيء اسمه بيتشر. البيتشر هذا وش نسوي فيه؟ هذا اللي نبخر فيه ونرسم فيه. واضح الفكرة؟ هذا اللي يرسم شجر القهوة. ايوه بالضبط، كلها بالضبط. الان نصب الحليب نص تقريبا، بسم الله. بعدين طال عمرك نجيب فوطتنا. هذه وش الفائدة؟ الان الماكينة فيها تبخير. هالتبخير اول شيء نطلع المويه اللي موجوده. ايوه، عشان يكون في بخار، لان لو بخرت وفيها مويه تخرب عليك الحليب، فلا بد تطلع المويه الموجوده الزايده عشان يطلع معك بخار. بالضبط. يا سلام. الان وش نسوي؟ نحط على سطح الحليب، نحط على اليمين شوي. ليش؟ سمعت الصوت؟ هذا صوت التفسيسة، صوت تكوين الرغوة، وصوت تكوين الحرارة. فننتظر إلى شيء ثاني تقريبا. سمعت الصوت؟ الآن صوت هواء صح؟ أيوة. الصوت هذا كل صوت شق الورق عشان يطلع حرارة ورغوة. الحليب يصير حار. خلصنا. شوفوا كيف الحليب جدا ناعم. شو نسوي؟ ما نتأخر على طول عشان ما يفصل معنا الفوم. بسم الله. على طول نرسم. بسم الله، بكل هدوء. واحدة، ثنتين، ثلاث، بكل هدوء. ومع الشخطة هذه شخطة القلب. لف للكاميرا سلمان. سم. أيوة. شفت القلب؟ يا سلام. شفتوا كيف الرغوة معتدلة ولونها نمري؟ هذه معناته إن قهوتك ممتازة. تفضل. طبعا سلمان عند الجهه اليسرى فيه ارتفاع، مع ذلك ما شاء الله اشتغل على نفسه. ما شاء الله تبارك الله. طبعا نعطي المقدم اول ولا لا لا لا, لا الشيخ محمد؟ لا والله انا ما اشربه، وعندي تعليق على الرجل. سم اجل نشوف الاستاذ احمد بدون سكر ترى. طيب ممكن سؤال؟ تفضل. انا اول شيء عندي خلل توتر عضلي، مرض اسمه الدستوني. وش معنى خلل توتر عضلي؟ يعني ما تتحكم في اعصابك. تمام، من الجهه اليسرى. الحين وقت الرسم الكوب اكيد بينكب، فاذا انكب ما في مشكله، في تنظيف. وش المشكله؟ الثقه بالنفس وثقتك بالله بتفتح لك طريق. اول شيء واهني واشكر جمعيه عروة، هي اللي قدمتني اني صيانه الجوالات. صيانه الجوالات لابد انها في مسامير صغيره، في اشياء صغيره، فقالت ما عندك مشكله حنا معك، فهي بدايه انطلاقي. وليش غيرت المجال؟ لاني فكرت مستقبلا يوم كبرت ان العالم في القهوه مختص الان، فلابد اني اطور من مستواي وانفع للعالم وادربه على طريق سناب شات. يا سلام. اول شيء بيض الله وجهك، وجهك كبير وجمل حالك، وجهك كبير، ابدعت ولا هي بغريب عليك. جمعيه عروه ما قصرت، ونشكرهم الشكر الجزيل. طبعا انت والدك اللي متعب عليكم، ونعم مليون، ونعم التربيه. الله يسعدك. فاول شيء سلمان انا اشوف انه وين ما تحطه راح يبدع باذن الله، لانه ما شاء الله تبارك الله واضح من اول ما جلسنا هنا كلامه كله عباره عن ثقه، وثقه ما شاء الله تبارك الله عاليه. ف
فأنت هنيئا لك وأبشر بالخير وثق ثقة تامة أنه أي مجال أنت راح تبدأ أو تحط في بالك أنك راح تبدأ فيه بإذن الله راح تنجح، لأنه الثقة موجودة والإصرار موجود، ما راح يوقف أي شيء. ممكن تعليق؟ سم تفضل. طيب أنا ثقة في النفس أول شيء، هذا بإرادة ربي. ثانيا أن إذا ما ثقت في نفسك العالم ما راح تعرفك، تنطوي في بيتك ما تعرفك العالم، لكن إذا طلعت للعالم واجهت مشوارك وشقيت طريقك هنا العالم تعرفك من أنت، صح. هل أنت بطريقة صحيحة ولا بطريقة الخطأ؟ في بدايات المدرس ما يكون مدرس على طول، والطيار ما يكون طيار على طول، لازم فيه مراحل متقدمة. فأصبر على نفسك وثق بالله إن ربي بيفتح لك باب الخير. يا حبيبي الله يوفقك، بعد راس تستاهل كل خير. الله يسعدك يا رب. كمل صلح عدل الأبواب جهزها للكل بداية ما شاء الله.